ايش ايش بكره بكره جيا ايش ايش محمد بوديو بسم الله محمد بوديو فسانك ساكي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نهنئ أنفسنا بالتأهل إلى النهائي للمرة 12 على التوالي. بعد الصباح كان مقابلة شيقة مع الجار حكمة وهران فزنا عليها 3-0، والآن لعبنا نصف النهائي مع ترجيباتنا اللي يعني يضم ثلاث لاعبين في الفريق الوطني زملائنا. كانت مقابلة شيقة، حتى هما كانوا بانوا على مستوى عالي. الحمد لله احنا بالخبرة تاعنا وباللاعبين اللي كانوا مركزين على هذه المقابلة فزنا عليهم 3-0، لكن بالشق الأنفس. غدوا إن شاء الله عدنا مع شلف مران النهائي اللي فازوا على أيضا على ورقلة بصعوبة 3-2، مقابلة ما تكون سهلة. احنا دائما مع اللاعبين ومع المدرب سهرانين على باش نحافظوا على التاج تاعنا. ان شاء الله نفرحوا لمدينة وهران وندخلوا عليها بالكأس ان شاء الله. من هذا المنبر ايضا نشكر كل اللي عاوننا في هذا التنقل للمشاركة في هذا الكأس، من بينها مديرية الشباب والرياضة اللي ساهمت بهذا التنقل، وايضا مجلس الشعبي الولائي اللي كان دعم لنا. ان شاء الله باذن الله احنا نقول لهم غدا باذن الله نفرحكم ان شاء الله في النهائي. ونشكر ايضا جريده البوله اللي رافقتنا حتى لهنا بالجزائر العاصمه لهذا الكاس من الربع النهائي، وهما معنا في التغطيه ومشكوره جزيل الشكر. وان شاء الله باذن الله تكون فال خير علينا ان شاء الله، وشكرا. لعبنا اليوم تصفيه كاس الجمهوريه المقابله الاولى في الدور الربع النهائي، قابلنا مع نادي قرواو البليده الحمد لله فزنا. والمنافسه والقرعه كما نقولوا ما كانت صعبه شويه، لانه طحنا مع البطل نادي محمد بوضياف ل 13 او 14 موسم على التوالي. كانت مقابله صعبه، لعبنا معهم هذاوين، كانت مقابله شيقه. حاولنا نقدمنا المستوى اللي نقدروا عليه اللاعبين تاعنا بارابور النادي تاع محمد بوضياف، لاعبين خبره ومنتخب وطني واوا. حاولنا نكونوا نديه، قدمنا اللي علينا، للاسف انهزمنا لكن قدمنا مقابله شيقه. بالتوفيق لهم ان شاء الله، وهما ديما كانوا في ثوب البطل وبصحتهم ان شاء الله. الهدف تاعنا كان نحاولوا نوصل لنهائي كاس الجمهوريه، الله غالب ما توفقناش خرجنا من دور نصف النهائي. مازلنا البلاي اوف وبطوله اللقب ان شاء الله في وهران من على اسبوعين. نحاولوا ان شاء الله نقدموا نفوزوا بالمرتبه الثانيه على الاقل، اضعف شيء نكونوا في النيه بطل الجزائر، ونحاولوا نوقفوا بالنيه ديال نادي محمد بوضياف على الاقل نكونوا في المراتب الاولى. هذه في الكاس هذه باش تحضيرا البلاي اوف من اجل الصعود ان شاء الله من القسم الممتاز. وكانت مليحه الدوره، استفدنا منها تحضيريه كما يقولوا، وان شاء الله نواصلوا في هذا المنوال كما يقولوا قسم القسم الممتاز ان شاء الله. عندنا بلاي اوف لو 5 جوان في وهران كما على بالكم، ان شاء الله نخدموا باش نوصلوا، واللي فيها خير يجيبها ربي ان شاء الله. الرحمن الرحيم، صلاة السلام على اشرف المرسلين. اللاعب خديم اكلي، لعب نادي الرياضي الهاوي الحكمة وهران. اليوم نحن متواجدين مع كل فرق سواء من القسم الممتاز أو القسم الأول في تصفية المؤهلة لنهائي كأس العالم، حيث لعب فريق الحكمة واجه نظيره السابق اللي كنا في صفوفه متألقين، اللي هو نادي محمد بوضياف بطل الجزائر النسخة السابقة. شهد منافسة
كما نقولوا متوسطه وفيها بعض خاص خدمه خاص بزاف امور ان شاء الله باش نعاودوا نولوا ونروبرونو ثاني ولما لا في المستقبل تقعد هذه الكاس الى مدينه وهران ان شاء الله ونحافظوا بها ان شاء الله. بالنسبه لي اليوم اليوم مخصص الى تصفيات كاس الجمهوريه وين راهم يشاركوا الفرق اللي تنافس دائما على البطوله وعلى كاس الجمهوريه وانا راني فخور اليوم بوجودي في هذا في هذا القاعة لحضور فعاليات التصفيات كرة الجرس أو كرة الطائرة جلوس يعني معروفة عندها قرابة 20 سنة من اللي تأسست وراهي دائما في تطور وخاص يعني القائمين على رياضة المعاقين يعطولها أكثر أهمية لأنها ممكن تشارك في منافسات دولية ومنافسات عالمية وهي رياضة بارالمبية ولما لا في يوم من الأيام يكون عندنا الفريق الوطني لكرة الطائرة الجلوس يشارك في الألعاب البارالمبية وهذا دائما يبقى حافز باش الناس أو الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة يمارسوا هذه الرياضة وخاصة منذ الصغر حتى يعني يتكونوا تكوين كامل. الحمد لله احنا هذه لقب الجيري هذه هي فيها ربح وفي خاسر سيرتو الفولي احنا عندنا فيها ربح وفي خاسر لا غالب لاكوب عندها طابع خاص ماهيش كيما تو شامبيون وماهيش كيما اللي يقدر الواحد يريكيبيري لا غالب ان شاء الله احنا مازال عندنا البلاي اوف راحين نخدموا ان شاء الله باش نخدموا على البطوله ان شاء الله تاع الموسم هذا ان شاء الله. كيف اهداف تاعكم الاهداف احنا والله غير كنا دير شامبيون وكوب درك هاي 50% راحت لنا لاكوب راحت تسمى درك راح نوجدوا للشامبيون ان شاء الله اللي راح تصرا في وهران ان شاء الله ان شاء الله. باسم فريق المدية لكرة الطائرة جلوس كانت المشاركة تاعنا في هذه الدورة التصفية تاع كأس الجزائر كانت جد فعالة ولعبنا يعني المقابلة الأولى رغم اللي الانهزام اللي كنا كان علينا إلا احنا بذلنا مجهود وكانت مقابلة جيدة وراهي إن شاء الله هذه الدورة راهي تدور في كما قالش في ظروف حسنة إن شاء الله.